صباح الخير يا فندم. من فضل حضرتك انا جايه من عند الدكتور بدران وطلب مني اعمل مجموعه تحاليل عملياتي. اتفضلي استريحي يا فندم، ادوله خبر. شكرا قوي. حضرتك دكتور سمعان عبد القوي؟ ايه مش باين علي؟ لا مش لا لا باين يا فندم. طيب اتفضل. ايه اتفضل حضرتك على مهلك، على اقل من مهلك. اسنديني واكتبيني. زي ما اتعرفتوا على بعض بسرعة، حبيتوا بعض بسرعة، واتجوزتوا بنفس السرعة. كنت كأني بحلم، كأني في الجنة بجناحين برفرف في السماء، خصوصا واحنا في شهر العسل. كنت ببقى سعيدة قوي وهو ماشي جنبي وحاضني وحاطط دراعه على كتفي، والناس كلها بتشاور عليا وعليه ويقولوا صلاح وجد اهو هو وعروسته. كنت دايما بفتخر قدام الشله انه صلاح عمره ما خني ولو مره واحده، وده كان بيضايق نجيبه صاحبتي تقولي كل الرجاله خاينين ما تصدقيهوش. حتى ساميه كانت بتلوم عليا وعلى بساطتي في لبسي وتقولي تزوقيله والبسيله، كنت بقول عليها مجنونه. طلعت انا المجنونه الهبله الوحيده اللي في الشله. اهدي يا مدام، اهدي يا مدام شهيره لو سمحتي. سيبني اعيط، برتاح لما بعيط. خلاص عيطي براحتك لغايه ما ارجع. الشهيرة عاملة ايه؟ طلبت تعيط، سبتها تعيط. تعيط؟ طب هي هتفضل طول النهار تعيط؟ لا حد بيضحك على طول ولا حد بيعيط على طول، بصيرها تزهق وتبطل عياط. دكتور انا مش هوصيك على الشهيرة، مش عايزة اقول لك دي معزتها عندي وعند سامية قد ايه، دي اخت وصديقة، ده انا وهي وسامية كده. من حق، فين سامية؟ بطلت يعني تبعت لي اشارك في ندوات، وانتي كمان بطلت تبعتي لي زباين من مكتبك. يا دكتور ده نص الستات اللي قاعدين قدام حضرتك دول، قصدي تلات ارباعهم اصحاب قضايا طلاق في مكتبي وانا اللي بعتهم لك. كل دولت عندهم مواعيد النهارده؟ ده دول غير اللي انا لغيت مواعيدهم واجلتها يا دكتور، ده كانوا قضوا دول 10 مرات. حريم برضو وبيشتكوا من اجوازهم؟ تقريبا يا دكتور. ما بديهاش بقى يا استاذه، خدي صاحبتك تعيط في البيت براحتها وبقيهاتيها لي مره تانيه. ابعتي لي اللي بعدها. اهلا يا انكل. ازيك يا ميرنا؟ الحمد لله. اخوك رجع؟ ما رجعش يا انكل. بابا وماما فين؟ جوه يا انكل، اتفضل. اهلا يا حليم، اتفضل. اهلا يا بركات. ازيك يا حليم؟ الحمد لله. اتفضل. انت من ساعة ما كلمتني وانا مش عارف اتلم على نفسي، ايه حكاية تامر بقى؟ انت عارف حكايته حليم. اللي كنت خايف منه حصل. اتأكدت بنفسك؟ ايوه اتأكدت يا سيدي، وادي الدليل. لا والمصيبة بقى انه بيبجح ويقول لي ده دواء صداع، فاكر نهبل. بس برضو يا بركات ما كانش لازم ابدا تطرده من البيت. وانا طردته؟ انا ما طردتوش، هو اللي سحب وخرج. طيب ما دورتوش عليه عند حد من معارفه من اصحابه؟ للأسف انا ما اعرفش اصحابه خالص. وانا ما اعرفلوش صحاب. الله، انتوا عايزين تفهموني ان شاب في سن تامر ملوش اصحاب خالص؟
لا طبعا اكيد ليه اصحاب. وما توجعش قلبك يا حليم، الست هاني مطلعه سيره مجتمع ومشغوله، الله يكون في عونها، ما تعرفش حاجه عن ولادها. يا سلام، يعني انت اللي تعرف يا بركات. نجيبه بركات، خلونا في اللي احنا فيه، تفتكروا راح فين؟ انكل انا هستاذن حضرتك في ساعه غيبها من الشغل، مشوار مهم لازم اعمله وهروح المكتب على طول. مشوار فين انت كمان؟ مشوار يا ماما لعل وعسى، بعد اذنكم يا جماعه. شايف يا حليم، ادي ولاد بركات بيقولوا لي انا لعل وعسى. خلاص خلاص بقى، يرجع مرجوعنا للي كنا بنقوله. تامر تفتكروا راح فين؟ انا مهلك عليا. حاضر براحتك. ما تسيبينيش. لا مش هسيبك، خليك معايا على طول. انا معاك اهو. طب ما كنت تخليك مرتاح حضرتك احسن. نعم كنت تخليك مرتاح احسن. بتقولي ايه؟ بقول لحضرتك كنت تخليك مرتاح احسن. انت عد عليا بعد يومين تكون نتيجة التحاليل ظهرت. يومين؟ ايوه. على ايك؟ يحيينا ويحييك ربنا. قولي يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. اسنجين اوعتمين رجعين. بس ايه، على مهلك وخطوة خطوة خطوة. اتفضلي. امال ماما فين؟ نزلت من بدري، راحت تزور طنط شوشو وتطمن عليها. وبابي بقى؟ باباكي لسه سايباه عندنا في البيت مع بابا وماما. اقعدي بقى واحكي لي ايه حكايه تامر دي اللي انا سمعتها من بابي. هو ده اللي انا جايلك علشان، وفرصه كويسه ان مفيش حد هنا عشان ناخد راحتنا في الكلام. ميرنا انت عارفه ان انا قطعت علاقتي بتامر، بس اكيد تعرفي اللي احنا ما نعرفهوش. زي ايه تقصدي؟ اصحابه، ما عارفه ممكن يكون راح فين او عند مين. ما اكدبش عليك يا داليا، انا ما نمتش طول الليل من القلق عليه. تامر مش حمل بهدله ولازم نلاقيه بسرعه. مش احتمال يكون اعصابه هدت وتلاقوه داخل عليكم؟ ما افتكرش في الظروف اللي بيمر بيها ان اعصابه تهدى كده بسهوله. ميرنا اوعي تكوني قصدك تفهميني ان قطع علاقتي بتامر هي السبب. لا يا داليا اطمني، مش انت السبب. تامر كان بيمر بظروف خاصة، مفيش داعي ان انا اشرحها لك. انا حسيت بكده برضو. في الفترة الاخيرة كان دايما وشه مخطوف وعينيه محمرة وفقد القدرة على التركيز. داليا انت الوحيدة اللي ممكن تساعديني عشان نلاقي تامر بسرعة. اطمني يا مير، انا هعمل المستحيل عشان اعرف هو فين.
شوفي بقى مدام شهيرة، بعد كل اللي قلتيه واللي أنا سمعته منك، واضح إنك فقدتي ثقتك بنفسك بعد ما صلاح جوزك خلع، قصدي بعد ما سابك ولاف على اللي اسمها سناء شكري. بس دي مش نهاية الدنيا، وإن كان صلاح جوزك خطب أو اتجوز واحدة تانية وبيأهل نفسه إنه يبتدي حياته من أول وجديد، مش مهم إيه اللي يمنعك أنت كمان إنك تبتدي حياتك من أول وجديد. أنت لسه شابة وحلوة، قصدي يعني إنك جميلة وفيكي كل المواصفات اللي يتمناها أي راجل. مظبوط ولا أنا غلطان؟ كمل كلامك. أنت فيكي عيب واحد، يمكن من وجهة نظرك ونظر بعض الناس ما هوش عيب. اللي هو إيه؟ أنت اخترتي البساطة ومظهر المرأة العملية اللي ما بتهتمش كتير بمظهرها وأناقتها ولبسها كأنثى. يمكن ده راجع لإحساسك بجمالك الطبيعي كست. لازم تهتمي بأنوثتك وتفكري فيها كويس. الرجال الأيام دي يا مدام شهيرة لا بتدور على الشخصية ولا الذكاء ولا حتى الثقافة، كل اللي بيهمهم في المرأة أنوثتها، حتى لو كانت بتخفي وراها فراغة العقل والقلب. والراجل يا مدام شهيرة، أي راجل دلوقتي ما بيدورش في المرأة إلا على أنوثتها. انتهت الجلسة. ابعتي لي اللي بعدها. داليا، داليا. ايوه فوزي. تامر رجع؟ رجع منين؟ يا داليا، يا داليا، مفيش حاجه بتستخبى، كلنا عارفين ان تامر ساب البيت ومشي. انت نفسك كنت بتسالين عليه، ولما سالتك قلت لي انك ما تعرفش مكانه. ايوه يا ستي حصل. المهم انا بسالك دلوقتي، تامر رجع ولا ما رجعش؟ لا ما رجعش. عندك فكره يكون فين؟ اللي عندي مجرد احتمال، بس احتمال كبير قوي. حقيقي يا فوزي؟ تقدري تقولي كده؟ متاكد بنسبه 90%. طب ومستني ايه؟ دلني عليه او وصلني ليه دلوقتي. ما هو للاسف ما ينفعش نروح انا وانت بس، لازم والد تامر يكون معانا. انت قرقتني كده. بس مع كل، تعالى نعدي على بابا دلوقتي وناخده معانا. يلا تعالى. طيب تقريبا يا طنط عرفت مكان تامر فين. بجد يا داليا؟ فين يا حبيبتي؟ عند واحد صاحبه. فين صاحبه ده وعنوانه ايه؟ انا معايا زميله تحت، معايا العنوان ومستنينا كمان ياخدنا ليه. هغير هدومي واجي معاكي على طول. تروحي فين؟ انت هتستني هنا في البيت، انا اللي هروح اتصرف. جرأة يا بركات، مش وقته الكلام ده، ده ابني. وابني انا كمان يا ست هانم، ومن هنا ورايح بقى مسائل زي دي انا اللي هصدر لها. اتفضلي حضرتك استني هنا في البيت، يمكن الست شهيره ولا ساميه ولا هويده يتصلوا بيكي ويطلبوا منك استشاره مستعجله. يلا يا داليا، يلا يا بنتي. طيب يا بركات، اطمن على الواد الاول وهتشوف اللي يجرالك. هو ده فوزي يا انكل. يا فوزي، انت متاكد يا ابني ان احنا هنلاقي تامر في المكان اللي بتقول عليه ده؟ يا انكل، يا انكل، انا لو مكان تامر ما كانش ممكن افكر غير ان اروح هناك. اشمعنى يعني؟ لو حضرتك لقيته هناك هتعرف السبب. على فكره انا هودي حضرتك بس مش هطلع معاك، وليا رجاء تاني، يا ريت ولا تامر ولا اللي معاه يعرفوا ان انا اللي دليتك على عنوان. ها معاك عربيه ولا هناخد تاكسي؟ العربيه اهي. ممكن اجي معاكوا يا انكل؟ وانت هتيجي معانا تعملي ايه؟ ارجوك يا انكل. اركبي. بقول لحضرتك يا انكل لو سمحت، يا ريت داليا ما تطلعش مع حضرتك فوق، يعني خليها تستنى في العربيه، ملهاش لازمه تطلع لغايه ما حضرتك ترجع لها بتامر. احسن برضو. طب هنطلع على فين؟ على القلعه. اركبوا. يلا. طيب لطفي، انت قلت مش كده؟
انتوا عملتوا فيه ايه؟ يعني هنعمل فيه ايه؟ ما اللي هو فيه احنا فيه. ماله تامر؟ فيه ايه؟ الحال ده من يوم ما جالي لا بياكل ولا بيشرب ولا حتى بيتكلم. تامر، تامر انا باباك يا تامر، فوق يا ابني وكلمني. حرام عليكوا بقى. كوابيس، كوابيس تاني. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيه. الله لا يسلمك يا بلوي. ليه بس يا سعادة البيه؟ مش عارف ليه؟ انت هتقعد تلف وتدور عليا؟ ديني إن ما بطلتك الداي المهبب اللي فيك ده ما بقاش أنا عبد الحليم. طب تصدق بيه يا سعادة البيه أنا مش عارف تتكلم عن إيه واصل. مصدقك يا كذاب. يلا اجري اجري، روح قول لها ان انا جيت عشان تديك الحلاوه، ما انت بعد كده مش هتطول مني مليم. وان قلت لك يا سعاده البني مظلوم هتصدقني؟ لا ما صدقكش لاني عرفت كل حاجه خلاص. هي قالت لك؟ هي مين يا بدوي؟ المدام حقاتك. شفت؟ اديك اهو وقعت بعظمه لسانك يا اللي ما يتمرش فيك المعروف. غور من وشي، غور من وشي، لا دب صوابعي في عينيك. انا وراك يا بدوي، وراك لحد ما سايبك البيت ده. لا يا بيه اعمل معروف، احب على يدك، ده انا لسه ما كملتش حق الميكروباص التاني. سامحني يا سعاده البيه وتوبه بعد النوبه، حقك علي انا غلطان من ساسي الراسي. سامحني والنبي يا بقى بيه. قلت لك هضرب صوابعي في عينيك يا بدوي، غور من وشي. طب حتى لو قلت لسعادتك سعاده البيه ان في رساله معايا ليك. ايه؟ رساله؟ من مين؟ من واحدة ست كده شكلها كده يعينها عليك، يا في بينك وبينها ود قديم، الحرمة اللي ساكنك بنا. أمل فين الرسالة؟ استنى على سعادة البيت، ما افتكر حطيتها في فاني سيالة. دور كويس في جيوبك يا بني آدم. طب وإن لقيتها يا سعادة البيت وعدني إنك تسامحني. أيوة بسامحك بسامحك، فين الرسالة؟ يا سعادة البيت كلام رجالة يعني؟ أوه هدب صوابعي في عينيك، فين الرسالة؟ أهي بس سيادتك وعدتني إنك تسامحني. طب يلا غور من وش، ولا أقول لك روح هات لي حاجة ساعة من التلاجة. أيوة كده سامحتني يا سعادة البيت. حريم، لم أصدق عيني عندما رأيتك، ولم أدري ماذا أفعل، فقد شعرت بحنين جارف لأن أتحدث إليك بعد كل هذه السنين. فهل أطمع ما لم يكن هذا يسبب لك أي إزعاج في أن أسمع صوتك على الرقم الموجود في الرسالة؟ تحياتي أمل. يا أمل، أنت بتسأليني؟ ده أنا منايا ومن زمان. انت نسيتي كنت ايه بالنسبه لي؟ الساجع يا سعاده البيه. ها الساجع. طيب خلاص غور من وشي، خد الباب وراك. يا كانت عايزه منك ايه الحرمه دي يا سعاده؟ بقول لك غور من وشي، غور سيبك ما تفهمش، غور من وشي. غيرتش هدومك؟ وغير هدومي ليه يا حبيبتي؟ اخص عليك يا صلاح، انت مش عارف ان عندي تصوير في التلفزيون وعلى الهوا كمان. ايوه يا حبيبتي، يعني برنامج معمول ليك عشان الروايه بتاعتك. اجي معاك انا بأمارة ايه؟ اعمل ايه يعني؟
لا يا صلاح بقى، ما هو انا مش هدخل التلفزيون غير ورجلي على رجلي. وانت لازم تخش التلفزيون باربع رجلين يعني؟ مش فاهم، اجي معاكي اعمل ايه؟ اولا لانك جوزي، ثانيا لانك النجم اللامع صلاح وجدي، يعني اكيد في الاستوديو بيحبوك وده هيفرق معايا كتير قوي يا صلاح. مش عارف اقول لك ايه بصراحه، انا سونسون اتعودت دايما ان انا اقف قدام كاميرا التلفزيون، يعني عمري في حياتي ما وقفت وراها، وبعدين زمايلي المذيعين لما يشوفوني معاكي في التلفزيون يقولوا عليا ايه؟ يعني جايباني فسوخه معاكي منظر، يعني الناس تقول ايه بس؟ هيقولوا ايه صلاح؟ هيقولوا انك بتحبني ومش قادر على بعادي، ومن كتر ما بتحبني مش راضي تسيبني لوحدي. سونسون معلش بلاش، انا عشان خاطري. وانا ماليش خاطر عندك. سونسون صلحتي عشان خاطري بقى والنبي يا صلاح. حبيبتي معلش انا مش هعرف اروح معاكي، معلش عشان خاطري سامحيني. يبقى انت ما تعرفنيش كويس يا صلاح. انا لما اكون عايزه حاجه تحصل لازم تحصل. اطلع غير هدومك، انت كده كده جاي معايا. يلا يا صلاح. الله انت بتزعلي ليه؟ ايه؟ طالع غير هدوم، طالع. مين انا من التلفزيون؟ انا نازل تراح ليكي. مين انا معاك ولا بروحش؟ بتبردر تقول ايه؟ بقول لك هغير هدومي، مش عايز كلام كتير بقى. مشاهدينا في كل مكان، ويسعدنا ان يكون ضيفتنا النهارده الاديبه الشابه واللي حققت رؤيتها الاخيره اعلى مبيعات السنه دي هي الكاتبه الصاعده سناء شكري، مؤلفه كتاب ازواجي السبعه. بنرحب بيكي يا مدام سناء ومنورونا في الاستوديو. اهلا بيكي يا حبيبتي، واهلا بكل حبايبي المشاهدين. طبعا انا وكل المشاهدين عايزين نبارك لك لحاجتين. اولا مبروك لخطوبتك لنجمنا وزميلنا المحبوب صلاح وجدي. ميرسي، الله يبارك فيك. وكمان عايزين نبارك لك لنجاح كتابك الاخير ازواجي السبعه. اهو ده بقى اللي المفروض تهنيني عليه. كفايه عليكي قوي لحد كده، بدات تعك. ايه يا هويدي قفلتيه ليه؟ الله يا شوشو، احنا ما صدقنا اعصابك ارتاحت، ليه عايزه تشوفي حاجات تضايق اكتر واكتر؟ وانا بقى عايزه اتفرج على البرنامج ده عشان اعرف اذا كنت اتعالجت ولا لسه محتاجه اتعالج. عموما قبل ما نبدا حوارنا معاكي عن اعمالك الادبيه، متهيالي كده ان كل الجمهور اللي بيتابعنا دلوقتي عايز يعرف ايه اللي جمع بينك وبين نجمنا المحبوب صلاح وجدي. المساله في منتهى البساطه، في حاجات كتير قوي جمعت بيني وبين صلحتي. سوري قصدي صلاح. صلحتي؟ في اديبه تقول صلحتي؟ يا فضحتك يا صلاح يا وجدي. عكي عكي يا اختي عكي. ومن اهم الحاجات اللي جمعتنا ببعض حبنا الشديد للفن. شيء جميل جدا لما بنقعد بالساعات نتكلم عن كل انواع الفنون والحداثه. وحياة امي ما تعرف يعني ايه حداثه. ارجوك يا ساميه خليكي هاديه، زي كده بالظبط اهدي. حاضر يا هاديه. ده غير طبعا ان في تفاهم عميق بيني وبين صلاح، وبفضل التفاهم ده قدرنا نتخطى كل الحواجز والعقبات اللي وقفت بيننا. طب نقدر نعرف عقبه من العقبات اللي انت واجهتيها؟ طبعا. صلاح زي ما كل الناس عارفة إنه كان متجوز، وموضوع جوازه ده خلاني أتردد كتير جدا في فكرة الارتباط بيه. إنما بما إني أديبة ومفكرة يعني قعدت أفكر في المسألة دي، وتوصلت إلى موضوع إن الزوج عمره ما يقدر يسيب بيت زوجته إلا إذا كانت الحياة بينهم مستحيلة، وبالتالي يبقى الذنب على الزوجة والوحدة. خلاص مش قادرة استحمل سخافة كلامها، يطفوا التلفزيون يوم ما هكسره لكم. وهي دي بني ادم يتاخد على كلامها اساسا؟ وبعدها لكم انتوا الاثنين، ما تبوظوش اعصابي اكتر ما هي بايظه. انا ما صدقت الم نفسي. دي لازم تتكتم، حرام يسيبوكي تتكلمي كده يا سناء. اتكتمي بقى واسكتي بهبلك ده. طب كل المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي عايزين يعرفوا اخر اعمالك الفنيه اللي بتحضري لها دلوقتي او لسه هتحضريها. الحقيقه ان انا دلوقتي مهمومه بكتابه موضوع جديد، اعتقد انه هيكون جريء جدا، عن تجربه ذاتيه سميتها انا والرجال. انا والرجال شكلها فعلا قصه مثيره وجريئه جدا، كلنا متشوقين ان احنا نقراها يعني قريب. طب دي بتحكي فيها عن ايه يا مدام سناء؟ بحكي فيها وبمنتهى الصدق عن علاقتي بكل الرجاله اللي مروا في حياتي وبكل تفاصيل العلاقه. فضحتك اللي بقت بجلاجل يا صلاح يا وجدي.
اوري وشي لزمايلي والناس بعد كده ازاي؟ الهي يبتليكي بمصيبه يا سناء يا شكري، انت وفهيمه. اشرب اشرب يا صلاح يا وجدي. يمهل ولا يهمل، ذنب ناس يخلصوه ناس. للاسف الوقت معاكي عدى بسرعه جدا يا مدام سناء، بنشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق. ميرسي ليكي وميرسي لكل حبايبي المشاهدين. شهيرة انتي بتضحكي؟ طبعا لازم اضحك، لازم اضحك، اضحك على خيبتي لاني كنت غبية. لما صلاح يجري ورا واحدة زي اللي اسمها سناء دي وازعل على نفسي وازعل عليه، يبقى فعلا كنت غبية. صلاح ما يستاهلش غير واحدة زي دي. صوري يا شوشو. اه صوروا يا جماعة. أنا من أول ما بدأت أزمتي مع صلاح أول مرة أحس بالراحة. الراجل اللي يجري ورا واحدة زي سناء شكري دي ما يستاهلش حتى إن أنا أفكر فيه. أرأي المثل الطيور القذرة على أشكالها تقع. وفي جملة تانية باللغة العامية بتقول كل شيء له يشبه له، حتى الحمار واللي أنيه. يا جماعة يا جماعة دلوقتي تقدروا تباركولي، أنا خلاص الحمد لله ربنا شفاني وتعالجت من اللي اسمه هو كان اسمه ايه؟ أظن صلاح. افتكرت كان اسمه صلاح. الحمد لله الحمد لله ربنا شفاني وتعالجت من اللي اسمه ده صلاح ده. مالك قلب سحنتك كده ليه يا صلاح؟ من ساعة ما خرجنا من الاستوديو وانت ما نطقتش بكلمة. ايه كنت وحشة قوي كده في التسجيل؟ زفت. انت بتقول ايه؟ بقول لك زفت. صلاح صلاح ايه يا شيخة وبتاع ايه؟ انت ما انتش حاسة قلت ايه؟ مش ممكن اللي عملتيه ده، مفيش مخلوق في الدنيا يتجرأ ويقول الكلام اللي انت قلتيه. انا والرجال ده اسم روايتي الجديدة، عبارة عن تجربة ذاتية بحكي بيها عن كل علاقتي بالرجال اللي عرفتهم في حياتي، وبحكي عن كل تفاصيل علاقاتي بيهم. وفيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ انت مش حاسه بحاجه فيها يا ماما؟ ان احنا في مجتمع شرقي يا ماما، في 70 80 مليون مشاهد بيتفرجوا عليكي، ليهم عاداتهم وليهم تقاليدهم، الكلام ده في عرفهم يعتبر عيب. ده علاوه على انها اهانه ما بعدها اهانه ليا بصفتي زوجك التامن. ياه قول كده بقى، المساله مش كده يا استاذ، المساله مش التسجيل وانه مش عاجبك. قول انك غيران مني، غيران من اسمي اللي ابتدى يتردد في الاوساط الادبيه كاديبه كتبها الاخراني محقق اعلى مبيعات. اسود ومطين اديبه ايه يا شيخ؟ اسكت انت، انت مش مكسوفه؟ اديبه ايه بلا اديبه بلا زفت؟ دي اتهبلت، دي اتهبلت. بتقول ايه يا صلاح؟ بتقول ايه يا صلاح يا ولد؟ مال ده ولا هبل ولا انا في ايه؟ انت اكيد مش في وعيك. ازاي يا استاذ؟ ازاي تجيلك الجراءة تشكك في موهبتي الأدبية؟ أنا سناء شكري. وأنا صلاح وجدي. مش مهم صلاح وجدي المشهور اللي كل الناس تعرفه، على الأقل صلاح وجدي جوزك اللي معرفتيش راعي مشاعره، وأنت عمالة تتكلمي عن كل أزواجك السابقين وأنا واقف في الاستوديو زي الشخشيخة. حلوة الشخشيخة دي. بتضحكي يا سناء؟ بتضحكي؟ ايوه يا حبيبي، انا دلوقتي عرفت انت متنرفز وزعلان ومقهور ليه؟ قول لي بقى، حب ولا غيره؟ الاثنين مش كده يا حبيبي؟ ولا حب ولا غيره ولا اي حاجه من دي، دي حاجه اسمها كرامه يا هانم، كرامتي. يا صلاح بلاش الافكار المتخلفه دي، احنا خلاص في الالفيه الثالثه، زمن الكوكبة والعولمة. بقولك بلاش الكلام الكبير اللي بتقوليه ده وما انتش فاهمة معناه. زمن الكوكبة والعولمة والحداثة والمجتمعات الذكورية، انت فاهمة حاجة؟ يا هانم عايزك تفهمي من الآخر خالص، انت ست وانا راجل، ومهما كانت درجة ثقافتنا ما ننساش ان احنا في مجتمع شرقي له عاداته وله تقاليده، وان كرامة الراجل فينا بتتمثل في تصرفات الست بتاعته، مراته يعني. تبقى الغلطة غلطتك يا صلاح.
كان لازم يا حبيبي تقول لي الكلام ده عشان اقوله في التلفزيون. لا انا مش مصدق، انا فعلا مش مصدق. على فكره انت ناويه تجننيني، انت عامله خطه انك تجننيني رسمي. سلامتك يا حبيبي من الجنان. طب انا كنت محضره لك حته مفاجاه، انما ايه مش هعلن عنها غير لما تستضيفني في برنامجك الحلقه اللي جايه. استضيفك؟ هو انت عايزاني لسه استضيفك كمان في البرنامج مره تانية؟ الله، ما اجرهولك مفروش بالمره. تصدق بقى انك ما تستاهلش المفاجاه اللي كنت هقولها لك. انا بصراحه شبعت من مفاجاتك، قولي لي مفاجاه ايه ان شاء الله. ولو انك ما تستاهلش، لكن هقول كتابي الجديد عنك يا حبيبي وهسميه اوعى يكون الاسم اللي في دماغي. ولو اني ما اعرفش ايه اللي في دماغك، لكن هقولهولك. زوجي التامن. والله طب والله انا عندي اسم ليكي احلى، ما تسمي الكتاب يا ليله اهلك السودا يا ابو صلاح عشان يبيع اكتر. ايه يا دنيا طمنيني، ماله تامر؟ حضرتك هتشوفيه وتطمني عليه دلوقتي. يا رب. وفين بركات؟ عايزه ايه من بركات يا نجيبه؟ ايه يا بركات، تامر ماله؟ هو فين؟ هو حضرتك والدته في شهاده الميلاد بس يا دكتور. بابا مش وقت الكلام ده. رد عليا انا يا دكتور وطمني على ابني. تقدري حضرتك تدخلي وتطمني عليه بنفسك، هو في غرفه 6 بس يا ريت ما تزعجوش. حاضر، متشكر قوي يا دكتور. اوعى اوعى يا بركات. هو المدموزيل مش هتدخل معانا؟ انا خلاص اطمنت عليه يا دكتور. طب حضرتك ما قلتليش تقربي له ايه بالظبط؟ انا داليا في مقام اخته يا دكتور ثروت، اسمي ثروت. على اذنكم. تامر، تامر يا حبيبي رد عليا، اصحى وكلمني يا تامر. هو لسه مش واعي يا فندم، يا ريت حضرتك سيبيه يرتاح شويه. يعني يرتاح هو يا دكتور وانا تتقل راحتي؟ طب اسمع صوته حتى اطمن عليه. تامر حبيبي رد عليا، انا ماما، اصحى وكلمني. كوابيس كوابيس. اصحى يا تامر، انا ميرنا. ميرنا انت اللي جابك هنا؟ انا فين؟ انت معانا هنا يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله اني سمعت صوته. الحمد لله على سلامتك يا تامر. وزومبا ده، ابو زومبا ده صراع مضروب. زومبا بجد. ايه زومبا؟ هو ابو زومبا اللي بيتكلم عنها دي؟ ده بيهلوس يا ماما. يخص عليك يا تامر، ليه تعمل في نفسك كده؟ ايه اللي جرى لك بس يا حبيبي؟ ده انت كنت زي الورده المفتحه، مين اللي عمل فيك كده؟ انت اخترتي البساطه، مظهر المراه العمليه اللي ما بتهتمش كتير بمظهرها واناقتها لبسها كأنثى. يمكن ده راجع لإحساسك بجمالك الطبيعي كست. لازم تهتمي بأنوثتك وتفكري فيها كويس. الرجالة اللي يمضي يا مدام شهيرة لا بتدور على الشخصية ولا الذكاء ولا حتى الثقافة. كل اللي بيهمهم في المرأة أنوثتها، حتى لو كانت بتخفي وراها فراغة العقل والقلب. راجل يا مدام شهيرة، أي راجل دلوقتي ما بيدورش في المرأة إلا على أنوثتها. سلاح ما يقلش عن ذكائها وثقافتها وقوة شخصيتها. ليه تهمليها؟ ليه تتخلي عن سلاح يكسبك معركتك؟
اوعى تفقدي ثقتك في نفسك. وان كان هو بيستعد انه يبدا حياته من جديد، يبقى ليه انت كمان ما تبدايش حياتك من جديد؟ انت جميله والف مين يتمناكي. شوف يا مدام، وانت استاذ بركات، للاسف ابنكم في اول طريق الادمان. يا حسني، ابني تامر ابني مدمن. استني بس يا نجيبه لما نشوف الدكتور عايز يقول ايه، وبعدين لما نروح البيت ابقى انديبي براحتك. كمل يا دكتور. يا جماعه، الادمان له علاج، واي مدمن ممكن يتعالج، يعني مش لازم تيأسوا. اهم حاجه ان المدمن لازم يكون عنده استعداد انه يكمل العلاج بتاعه، وده طبعا بيختلف من حاله للتانيه طبقا لاحتياجات وظروف كل مدمن. يا حسنك يا نجيب، يا حسنك، ابني هيضيع، ابني هيضيع. وبعدين يا نجيبه، يا تقعدي ساكته يا تقومي تقعدي بره، خلي الدكتور يكمل. كمل يا دكتور. العلاج المثالي اننا نحط في اعتباراتنا حلول لكل المشاكل اللي ممكن تواجه المدمن، يعني مشاكل نفسيه واجتماعيه وعائليه. معنى كده ان ابنكم محتاج لمسانده وقويه قوي وفعالة من أقرب الناس ليه. نحتاج كمان يسمع اللي يعينه على نفسه، وده طبعا من خلال الأحاديث الدينية والمنطق السليم. ما هو ده اللي هيجنننا يا دكتور، يجي منين المنطق السليم؟ بقول لك إيه يا بركات، ما تلقحش عليا بالكلام، أنا لا فايقالك ولا رايقالك دلوقتي. كمل يا دكتور، كمل. بجانب الكلام اللي أنا قلته لكم دلوقتي، أنا ناوي إن شاء الله أعمل له جلسات مع مجموعات إعادة التأهيل، واللي هيشرف عليها مجموعات من المتخصصين النفسيين، ممكن كمان مجموعة من المدمنين اللي تخلصوا تماماً من الإدمان النهائي. طب والعلاج ده ياخد وقت قد إيه يا دكتور؟ الحقيقة العلاج بيحتاج صبر ونفس طويل وحب كمان. كله موجود يا دكتور، كله موجود إلا الحب. دي عين وصابتنا في عيالنا بركات. لا وانت السادة يا حليم، دي مش عين، ده قلة عقل مننا. احنا هنسينا عيالنا، نسينا ان خلفناهم، العيال بكبار واحنا مش واخدين بالنا. وهو المفروض ان احنا بناخد بالنا من عيالنا ولا حارمنا؟ جري يا حليم، مش احنا اللي خلفناهم. يا بركات انا خايف، خايف ومرعوب. نكونش عايشين غلط يا بركات. هاي، ازيكم، وحشتوني، عاملين ايه؟ مين دي؟ الصوت صوت شهيرة. مش ممكن، مش ممكن دي تكون هي. هي مالها حلاوي كده ليه؟ اتطلقت وراقت. مالكم قاعدين حاطين بوسكوا في بوس بعض كده ليه؟ مين دي يا حليم؟ انا مش عرفت يا اخويا، ما انا قاعد معاك اهو، لا بيا ولا عليا. ايه ده؟ مش عارفيني ولا ايه؟ شهيرة؟ مش ممكن. كل شيء ممكن. انا مشتاقة للشغل، مشتاقة للدنيا، وكمان لتصفية حساباتي مع صلاح وجدي.